في ليلة القبض على الكأس اتضح جليا مدى اتساع الهوة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وباقي منتخبات القارة الأخرى بمناسبة المشهد الختامي من بطولة العالم لكرة السلة في طابعتها 17 بإسبانيا، النهائي الذي احتضنته صالة مدريد والذي جمع بين أمريكا ومفاجأة البطولة منتخب صربيا، دخله الفريقان وفقا للتقاليد على طريقة الNBA تقديما لا تنافسا. الحصان الأسود صربيا بدأ بقوة في النصف الأول من الربع الأول للمواجهة، ويا ليته لم يفعل لأنه هز كيان أبناء العم سام الذين راحوا يمطرون سلة الصرب بوبل من الرميات تنوعت ما بين الثنائية والثلاثية، منهين الربع الأول ب 35 مقابل 21. الحال لم يختلف خلال الربع الثاني الذي عرف تعميق الفارق لصالح منتخب دريم تيم، استقر على نتيجة 67 لقاء 41 بفضل ثلاثية من شتى زوايا قوس سلة الصربيين من دون نسيان عملية سلام دانك، فيما اكتفى الطرف الصربي على استحياء تقليص الفارق لا غير. رغبة الأمريكان في الاحتفاظ بلقب 2010 الذي أحرزوه في تركيا تجلى بعد الاستراحة عندما واصلوا الأخذ بزمام المبادرة من دون توقف، وكأن الزمن لا يسعفهم لامتداد أيديهم إلى خارج مستطيل الملعب والقبض على التاج، فأجهزوا على الربع الثالث ب105 نقاط ل67. المنتخب الصربي الذي لم يعي حجم الفارق الذي يفصله عن عمالقة السلة فأعطى لنفسه ولجماهيره سرابا من محاولة العودة، لكنه ما لبث وأن تبخرت حينما ظل أبطال الNBA أوفياء لطريقة لعبهم، وهي إدخال الكرة في السلة ليس إلا ما أسفر عن استقرار النتيجة النهائية ب129 نظير 92، لينفرد المنتخب الأمريكي بعدد مرات التتويج بإحرازه اللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، متجاوزا الألقاب الأربعة لمنتخب يوغوسلافيا سابقاً.